السلام عليكم. دش أنا وزير سياحة وصناعة تقليدية رفقة والي ولاية العاصمة. دش أنا فندق أتلانتيس ببلدية بوزريعة، وهذا الفندق هو استثمار لمجمع حاميطوش، وهذا ثاني فندق أتلانتيس يدشن بعد ما تم إنشاء فندق أتلانتيس الأول في بجاية، إذا في أقبو، في بلدي أقبو. إذا وهذا ثاني فندق في هذه السلسلة تاع أتلانتيس، ونشوف هنا شكل رائع، يعني عصري راقي ما شاء الله لهذا الفندق اللي سوف يعزز العروض في ميدان الفندقة. وإن شاء الله المسؤولين والمستثمرين يفكروا في إنشاء فنادق ذات نجمة وزوج نجوم للسماح للعائلات المتوسطة الدخل، ويعني للسياحة لزيارة المدن الداخلية، لأن فيه زيارة، فيه إقبال للعائلات لزيارة المدن الجزائرية. يعني عائلة من بسكرة تروح تزور مدينة بجاية أو مدينة سكيكدا أو القالة، أو عائلة من القالة تحب تروح تزور مدينة في قلمة أو في معالم حضارية تاريخية، حمامات، لابد يكون فيه هذه الفنادق في المدن الكبرى تجلب الانتباه. إذن كثير من العائلات تريد أن تنتقل من مدينة إلى مدينة لمعرفة المدينة الأخرى والتعارف والتقارب. هذه السياحة لابد منها، ولازم تكون فيها فنادق ذات نجوم منخفضة، سعر في متناول العائلة المتوسطة. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم.